بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل الكورس بتاعنا Foundations Engineering 2، واستكمالا في احنا لسه في شابتر 2 اللي هو عبارة عن تصميم القاعدة المنفصلة المعرضة لحمل غير أو أحمال فورسز يعني غير مركزية، واحنا خدنا نوع اللي هو One Direction Moment، ودلوقتي لسه بنكمل Reversible Moment أو العزم المتعاكس اللي على القاعدة. طبعا احنا خدنا في الستيبس السابقة ازاي نجيب الدايمنشنز وازاي نعمل تشيك على الستريسز وازاي نجيب المومنت. فالنهاردة هنتكلم على تشيك بتاع البانشنج وتشيك بتاع الشير. طبعا احنا تعلمنا ان التشيك بتاع البانشنج بيبقى فين؟ على بعد مسافة دي على 2 من وش العمود. طيب نجيب بقى البانشنج ازاي؟ عبارة عن كيو بانشنج بي ألتيميت ناقص اف يو ان افريج، فاكرينها اللي هي دي بتساوي ايه؟ FUN1 زائد FUN2 على مين؟ على 2 في البي كولوم زائد دي في ال كولوم زائد دي. طيب ده فورس طلع لي بالطن، ابتدي اجيب الاستريس كيو بانشنج على البي نوت في الدي، حيث البي نوت اللي هو المحيط اللي انت شايفه ده اللي هو ده زائد ده على 2، وقارنه بالكيو سي يو بي اللي هي جذر اف سي على جاما سي او 0.5 في زائد بي كولوم على ال كولوم في جذر اف سي على جاما سي او 2.5 في 4 دي على بي نوت زائد 0.2 جذر اف سي على جاما سي، وابتدي اخد الاقل فيهم وهي دي تبقى الكيو سي يو بي. التشيك بتاعي ان كيو بانشنج تكون اقل من كيو سي يو بي. طيب ده بالنسبه للبانش. اما بالنسبه للشير انا عندي تشيك هنا وتشيك هنا، يعني في سيكشن اي دوت وفي سيكشن دوت اللي هو السيكشن قدامي ده اللي هو سيكشن اي، والتاني ده اللي هو سيكشن مين؟ 2 اي. طيب اجيب السيكشن اي ده ازاي؟ هو ده اللي بيبقى حرك شويه. في مشكله ان الاستريسز برضك نون يونيفورم. خلاص هبتدي، عرفنا اللعبه عند مسافه اكس احنا جايبين اف يو ان عند اي مسافه اكس، هروح اجيب الاف يو ان عند اي مسافه اسمها دي اللي هو الكريتيكال سيكشن بتاعنا او الدي اي يعني. فبتساوي الاف يو ان 1 اشيل اللي هي الاكس واحط مكانها سي اي ناقص الدي اللي هي المسافه بتاعتي ديت على ال في اف يو ان 1 ناقص اف يو ان 2، يبقى جبت الاستريسز هنا. طيب خلاص اقطع بقى واجيب الشير. الشير ما هي الا مساحه شبه المنحرف دوت اللي هي عبارة عن FUN بتاعت الدي زائد FUN بتاعت الاثنين، آسف دي غلط دي لازم تبقى واحد على اثنين في واحد في CI ناقص الـ A الـ DI بتاعتي. دي فورس. أجيب الاستريس ازاي؟ أقسمها على 100 في الدي يبقى جبت Q شير بتاعي. أما بالنسبة للتشيك التاني اللي هو عند المسافة 2I ديت، يبقى خلي بالك إن الاستريس ماله قلنا يونيفورم وتعلمناها من البارت السابق. هنجيب الكيو شير ازاي؟ اف يو ان افريج في 1 في سي اي ناقص الدي اي 2 وتطلع بالطن. طب ازاي اجيب بقى الكيو شير؟ كيو شير على 100 في الدي اي طلع لي الاستريسز بتاعتي. اقارنها ايه بديت؟ اقارنها بالكيو سي يو ونفس الكلام، يعني ديت كيو شير اي وكيو شير 2 اي، اقارنهم بالكيو سي يو اللي هي 0.75 في 1.3 في نص في جذر اف سي يو على الجاما سي كيلو جرام على السنتيمتر مربع. لازم الكيو شير اي والكيو شير 2 اي لازم تكون اقل من الكيو سي يو عشان اقول ان الدبس بتاعي ده سيف بالنسبه للشير. يبقى احنا كده اطمننا على الدبس بالنسبه للشير زي ما اطمننا بالنسبه للبانشنج، وقبل كده اطمننا للمومنت. يتبقى لنا في الجزء القادم هنبتدي نتكلم على الحديد. شكرا.